بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال أول إصحاح. اتفقنا أن سفر الأمثال كتبه سليمان في عز حكمته وتركيزه على ربنا، وكتب قبلها أو بعدها وقريب ليها سفر النشيد. سفر الأمثال بيتكلم عن السلوك والحكمة في التعاملات والحياة على الأرض، وبيرفع الحكمة لأعلى مستوى في الفضيلة، إن الحكيم ده هو شبيه بالله، هو الملتصق بالله، وإن الجهل ده هو علامة الشرير والإنسان الأحمق اللي مصيره وحش. وقلنا إن السفر كله بيشجعنا على الحكمة وبيدينا تدريب محددة، بيقول لنا سلوكيات محددة، في نفس الوقت يقول لنا ازاي نقتني الحكمة دي، وبالتالي كل ما نركز فيه كل ما الحكمة تزيد جوانا. نرى الجزء اللي خدناه، أمثال سليمان ابن داود ملك إسرائيل، لمعرفة حكمة وأدب، لإدراك أقوال الفهم، لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة، لتعطي الجهال ذكاء والشاب معرفة وتدبرا، يسمعها الحكيم فيزداد علما والفهيم يكتسب تدبيرا، لفهم المثل واللغز، أقوال الحكماء وغوامضهم، مخافة الرب رأس المعرفة. أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب. اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك، لأنهما إكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك. وصلنا لهنا، اتفقنا حكاية اسمع، بداية المعرفة أو بداية الحكمة اسمع يا ابني، واسمع للي أكبر منك، للي قبل منك. اسمع يا ابني تأديب أبيك، قلنا تسري على الفكر التربوي وتسري على التلمذة الروحي. يعني لو كل طفل أبوه شخص عاقل والطفل ده سمع له، أكيد حياته هتمشي أسهل كتير من حياة واحد تاني كانش بيحترم والديه وما كانش بيسمع لهم، هيتخبط كتير. كذلك شخص روحاني بيرجع لأب اعتراف أو بياخد إرشاد أبوه الروحي، هينجو من لخبطة كتير ومشاكل كتير وأخطاء كتير وقرارات خطأ كتير. فاسمع يا ابني تأديب أبيك، وقلنا كلمة تأديب هنا يعني حتى لو كان الكلام ناشف شوي أو في توبيخ أو في تحذير أو حتى في عقاب، اسمع اسمع لأنه كله ليك، كل ده هيبقى لك وهيقعد لك، وده اللي هيعلمك الحكمة. يجوز حد فيكم يقول أنا في يوم من الأيام لما كنت صغير لما أبويا شد عليا أو زعق لي أو حتى أدبني بأي تأديب، الموضوع ده ظبطني بقية عمري. يبقى واضح أن التأديب عموما مفيد، والتأديب مش معناه عصاية على طول، لا، التأديب معناه ببساطة اتفاقات وإنذارات وتحذيرات، وفي نفس الوقت شرح ليه ليه كده صح وليه كده غلط، وده يودي فين وده يودي فين، وفي الآخر ممكن تتنزل بقى العقوبة عند اللزوم من أجل التأديب. اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك، قلنا دي الكنيسة طبعا، الأم برضو كأم في التربية العادية، لأن كل أم تقية بتطلع هي الأتقياء، وإحنا اتفقنا كذا مرة وهنقولها كتير بقى، التربية موجودة في سفر الأمثال كتير، إن أهم سنوات في التربية هي السنوات الأولى مش السنوات المتأخرة. للأسف الفكر الغربي بيتعامل بحرية زائفة مع الأطفال، يقول نسيب الطفل لما يعقل بعد 10 سنين ونبتدي نقول له صح وغلط، هيكون تلخبط. ده أول 10 سنين هم أخطر 10 سنين، أول 10 سنين هم أخطر 10 سنين في تكوين الإنسان. فلو الأب والأم مركزين وزرعوا الطفل في الكنيسة، حطوا قدامه المبادئ،
حطوا فيه الصدق والأمانة وعدم الكذب، الاجتهاد، التفوق، النجاح، احترام الآخر، حب الخير، كل ده يتزرع في أول 10 سنين، النظام والنظافة، كل ده يطلع بقية عمره ناجح متميز متفوق لأنه اتزرع صح. بعد كده بقى الدنيا تضيف شوية، تطرح شوية، لكن مش هتغير كتير. لكن 10 سنين الأولى دي لو طارت مع مشغولية الأهالي ومع التلفزيون الزيادة ومع أطفال الشارع ومع تربية بعيدة عن الفكر الروحي، طبعا بقى نفضل بقية العمر نحاول نصلح اللي خربنا قبل كده. شباب مش راضي يسمع، شباب ماشي ورا دماغه، ورا موضة جديدة، ورا بدع، والمبادئ البسيطة التلقائية تلاقيها يعني كأنك بتقول حاجة غريبة، مع انها حاجات تبدو منطقية، انما لانها ما اتزرعتش بدري فيبقى الناس باصين كده، يعني ايه ما نكذبش، ما كل الناس بتكذب، تبقى حاجة كأنها غريبة. اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك، لأنهما إكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك. أجمل تاج يتزايد به الإنسان أنه يبقى إنسان حكيم، لأنه ممكن تبقى ملك، ممكن تبقى غني، ممكن تبقى مشهور، لكن في الآخر هتبقى نهايتك صعبة. وزي ما قالها في أرمية 17، يكون أحمق عند نهايتي. فهيرودس الملك مثلا كان عنده تاج على رأسه لكن كان أحمق في نهايته، بينما سمعان الخراز مثلا في التاريخ كان راجل حكيم وعاش حكيم لكن فقير. فالحكمة تخلي الواحد رافع رأسه، رافع رأسه قدام ربنا قبل أي حاجة، يبقى رافع رأسه للأبد. إكليل نعمة لرأسك ليها معنى تاني، أن الحكمة تخلي أفكارك فيها نعمة. يعني إيه؟ في واحد بيعرف يفكر وفي واحد بيفكر غلط، دايما طريقة تفكيره غلط، ليه؟ نقصه حكم. لكن في واحد منهج تفكيره صح، دايما بيفكر بطريقة فيها نعمة كده. نعمة دايما معناها حتة إلهية، دور خفي كده لله، زي لما يتقال كل ما يمد ايده في حاجة تمشي، دي نعمة. كل ما يفكر في موضوع يمشي بسهولة، دي نعمة. إكليل نعمة لرأسك، يعني لو ركزت انك تبقى حكيم طرقك تبقى سهلة، تبقى ماشية. لكن في ناس تفضل طول حياتها تخبط وترزع وتتخانق ومفيش حاجة بطريقة راضية تمشي، واللي فاهم يقول لك انا مش حاسس ان في نعمة في حياتي. طب ما انت اللي مضيعها، لأنك مش عاوز تسمع الكلام، مش عاوز تتعلم الحكم، مش عاوز توطي رأسك لشريعة أمك، تعليم الكنيسة، مش عاوز تسمع تأديب أبيك وتخضع لأب اعترافك كفاية. إكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك، دايما العنق إشارة إلى الخضوع. العنق دايما في الكتاب إشارة أن الواحد يوطي رأسه، يعني يقول حاضر. لما فكرك يستنير بالحكمة وإرادتك تخضع للحكمة تبقى إنسان حكيم، تبقى إنسان مثالي، تبقى إنسان ممجد إلى الأبد. يبقى في قلائد على عنق. القلائد دي كانوا بيحطوها زي الناشين كده أو الأوسمة للناس المنتصرة. فأنت لو سلكت بحكمة أنت تقلد في الآخر بأنك أنت رافع رأسك ورافع رقبتك. يقيل عن اليهود مثلا غليظ الرقبة. يعني ايه غليظ الرقبة؟ يعني مش عاوز يعمل كده، مش عاوز يوطي رأسه. الشريعة واضحة، كلام ربنا واضح، وهم مش راضين يوطوا رأسه، فكانوا جهال، ما كانوش حكماء، كان عندهم ربنا واضح وكان في معجزات في حياتهم وهلكوا، وضيعوا وعود ربنا وضيعوا عز ربنا وضيعوا اختيارهم. يعني كانوا شعب مختار فقدوا الاختيار بسبب انه دماغهم ناشفة ورقبتهم ناشفة، ما بيقولوش حاضر. يبقى خلي بالكم، مش كفاية ان انا اسمع واعرف، لازم كمان اقول ايه؟ حاضر، ابتدي اعمل. لان لو عرفت معلومات كتير، مثلا واحد سمع وعظ عن التواضع وما عملش حاجة، لا مش كفاية،
بقى في شوية أفكار كويسة بس رقبته ما نزلتش، ما تعلمش يقول أنا آسف، ما تعلمش يقول أخطيت، ما تعلمش يقول أشكرك، ما تعلمش يستحمل الناس، يبقى خد كلام بس. واحد اتعلم، سمع وعظ كتير عن العطاء وبركات العطاء والخير اللي هتاخده من كتر العطاء، وبعدين عنقك فين بقى؟ وطيت راسك بقى ولا لسه؟ يعني سلمت للمنهج الجديد وبقيت فعلا سخي، ولا انت زي ما انت؟ طب ما يبقى ما فيش حاجة. إكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك، يا ابني إن تملقك الخطى فلا طرد. هنا بقى بداية الحكمة، احنا قال بداية الحكمة خوف الله، الآية بتاعت 7، مخافة الرب رأس المعرفة. أول حاجة تقولها الحكمة كمنهج كده، هنتصور ان احنا كلنا تلاميذ حكمة دلوقتي، سنة أولى حكمة، سنة حضانة حكمة. أول رسالة لينا كلنا إيه؟ ابعد عن الشر. قبل ما نقول لك بقى صلي كتير، صوم كتير، اخدم كتير، اعمل خير، استنى، نمرة واحد، الرسالة الأولى ابعد عن الغلط. لأن في ناس الحياة بتنط كده، عاوزة تعمل حاجة كويسة وتفضل في حاجة غلط. طب ما ده قلة عقل، قلة حكم، ما ينفعش. فقبل ما هيكلمنا ازاي الواحد يقتني الحكمة وازاي معرفته تزيد وازاي فضائله تزيد وازاي اقرب من ربنا، كل ده هيجي بداية الكلام، يا ابني ان تملقك الخطاة. الخطاة هنا رمز لكل الاشرار، شياطين وبشر. يعني لما تلاقي دعوة من الشر ارفض، لا ترضى. والحقيقة يوميا احنا معروض علينا دعاوى من الشر، تملق من الخطى. الشيطان مثلا يتملقك يقول لك ايه، انت صحتك يعني على قدك، لازم تصلي وانت واقف، اقعد. وبعدين انت لازم تصلي المزامير دي كلها، قول ابانا الذي، ده انت راجل بارك، او ده انت ست قديس. هنا تملق، ده معناه النهاية ايه؟ مش هتصلي كويس، ما ترضاش، ما تقبلش الخديعة دي، دي بداية شر، دي بداية بعد عن ربنا. فإن تملقك الخطى، لو خدناها على الشياطين، كلنا الشياطين بتتملقنا. التملق بمعنى إيه؟ المديح المغرض. يعني لما يجي حد يبالغ في مديحك عموما في البشر لازم تقلق منه. خلوها قاعدة كده، لو حد مدحك بزيادة على طول جواك تقول هو عاوز إيه بالظبط؟ ما تنبسطش، لأنه لا مؤاخذة المغفلين بينبسطوا. اللي هيسميهم الحمقى أو الجهال هيبقوا مبسوطين قوي إنه عمالين يقولوا عليهم كلام كبير. كلام كبير وأنت مصدق، ما أنت عارف اللي فيه. ليه تستسلم للتملق؟ حاسب. حتى مع ربنا يسوع حاولوا يتملقوا، جم قالوا له إيه؟ إحنا عارفين إنك أنت جاي من ربنا، مش معقول حد يعمل المعجزات دي كلها وقاعدين يقول كلام كده جميل. وبعدين قالوا له هو بقى يجوز ندي جزية لقيصر ولا لا؟ هم بقى بعد ما تملقوا هو عارف ان هم عاوزهم يقولوا ايه، هم عاوزينه يقول لا جزية قيصر لا، عشان هم ناس وطنيين فيوقعوا في المشكلة انه قال بلاش قيصر. على طول المسيح قال لهم ايه؟ لماذا تجربونني؟ ما خدش على الكلام الاولاني، كل الكلام الناعم ده ما بصلوش، لان ربنا يسوع فاحص القلوب، عارف ان ده مكر، ده مش حب. مش كل من يمدحك يحبك على فكره، ده مش معناه انك تسيء الظن بالناس، لكن معناه خليك عارف نفسك وما يستهوكش المديح اللي ملوش لازم. وقف نفسك عن الانفعال باي كرامه لا تستحقها. احنا ما نستحقش الكرامة، ربنا يستاهل الكرامة. التملق في نوع من النفاق، المحاباة، المديح الزيادة. ساعات التملق يجي تملق بهدية برضو، لو لقيت شخص بيبالغ في اهدائك بدون يعني سبب مقنع لازم تاخد حذرك. دي الحكمة بقى. ليه؟ لا يكون بعد شوية هيطلب طلب وحش وانت هتبقى ايه، زي اتزنقت لانه جاملك مجاملة كبيرة او جاب لك هدية كبيرة.
فهمتوا الفكرة؟ يبقى مديح زيادة، احترام زيادة، هدية زيادة بدون معنى، خد حذرك على طول. نفس الكلام مع الشياطين، الشياطين بقى مش هتجيب هدايا يعني، لكن الشياطين هتملأ دماغك بأفكار فيها تملق. التملق هنا إما تظهر كأنها مشفقة على جسدك، أو إنك أنت يعني بقيت قديس ويضحكوا عليك بكلمتين، كل دي حيل من إبليس. وللأسف الحيل دي بتضحك على ناس كتير أوي. في ناس كتيرة يصلح معاهم التملق. أصحاب رحبعام لو تفتكروا، رحبعام ابن سليمان. رحبعام كان شاب غير حكيم، عن أبوه ده اللي كتب سفر الأمثال. إنما لما الشعب قال له سليمان كان ناشف علينا، هدي شوية معانا وبتاع، والشعب اتكلم كويس ما قالش كلام غلط، والشيوخ قالوا له يا سليمان الناس معها حق، اشتري الناس دول اكسبهم، انت ملك جديد وملك شاب والدنيا مستقرة ما فيهاش حاجة لما تفكها شوية. راح اتلم على اصحابه، شوفوا بقى لغة الشباب، دول هم اللي هيسوقوك، انت ما عندكش شخصية ولا ايه؟ انت لازم تثبت لهم انك اقوى من ابوك، انت خذين بالكم الكلام ده. قام طلع بوظ الدنيا رحبعام، قال لهم ده انا صباع ابويا اتخن من وسط، صباعي اتخن من وسط ابويا، وابويا ادبكم بالسياط انا هادبكم بالعقارب. وانشقت المملكه وخربت الدنيا كلها. ليه؟ لان شويه الاصدقاء دول باللغه بتاعتهم بسوء الراي اللي قالوه وقعوا الدنيا. ان تملقك الخطاه لا ترضى. يبقى الدرس الاولاني اللي عاوزين نتعلمه الليله دي كده، احترس من اي كلام فيه كرامه او مديح او مريح زياده. على طول كده الشيطان عاوز ايه؟ هو فعلا خايف على جسدي ولا عاوز ياخدني جهنم معاه؟ هو بيقول لي انت معاك حق ولازم تفضل غضبان على فلان لانه فلان ده يستاهل، وهو المسيح كان بيقول كده؟ مش دي لغه الشيطان؟ يعني حسبه مما يدور في أدمغتنا. يعني أصعب صدقوني من الكلام بتاع الناس اللي بيحصل في دماغنا، الحوارات الداخلية اللي في سرحان كل واحد، هي دي اللي بتتعب واللي بتضيع وتلخبط. لا ترضى يعني لازم توقف دماغك أو توقف الشخص اللي قصاد. مع الناس خليك مهذب ولطيف وحكيم، لكن لا تقبل، لا ترضى التملق. أما مع الشياطين اهرب لحياتك واهرب من أفكارك. إن قالوا، هيدي مثل عن هذا النوع من التملق، هلما معنا لنكمن للدم لنختفي للبريء باطلا. في الوقت ده كان في زي العصابات والشباب اللي يعني الصعب ده، وما زال في كل جيل في ناس تتلم لما كده يقعدوا ايه يضحكوا ويتسمروا ويقولوا يلا نعمل مقلب في فلان، زي اخوات يوسف مثلا. فقعدة ما كانتش مترتبة، شايفينه جاي من بعيد، إلا وقعوا بعض في الموضوع، ما تيجي نخلص منه، مش ده بتاع الأحلام، مش ده بتاع الجلابية الملونة. وكبرت في دماغهم، والحضاء والعشرة اشتركوا في المؤامرة، كلهم كانوا غير حكماء، لأن ده أخوكم في الآخر. طب اعملوا حساب أبوكم، طب ده أنتوا أولاد ربنا في الآخر، ده جدكم إبراهيم. كل ده اتلغى. إن قالوا هلما معنا لنكمن للدم، الدم معناه دايما الأذى، لنختفي للبريء يعني يلا نصطاد. طبعا الآباء ربطوها على طول بالمؤامرات اللي حصلت مع المسيح، لأن اليهود كانوا يعملوا اجتماع مقفول عشان يناقشوا ازاي نتخلص من المسيح، والمفروض دول رؤساء كهنة ربنا يعني بيشتغلوا عنده وبيخلصوا منه إلى هذه الدرجة. هلما نكمن للدم لنختفي للبريء. فلما يجي حد يقلبك على حد، خلي بالكم من الغلطة دي، وللأسف منتشرة جدا في مجتمعنا. لما تيجي حد تكلمك، أنا قلبت ناحية الستات لأن هم الحمد لله متميزين في الحتة دي. لما واحدة تيجي تحكي لك عن واحدة اتكلمت عليك، قبل ما تسمعي اسألي نفسك هي هتستفيد إيه من الكلام اللي بتحكيه؟ مش تفكري، شغلي دماغك، هي يعني جاية تعمل خير؟ لما قالت لك ان فلانة قالت
ايه قيمة الكلام؟ الكلام ده هينرفزك، هيضايقك، يقفل قلبك منها، وانت هتندفعي مش هتتأكدي من المعلومة، وانت هتفتكري اللي بتحكي معاكي هي اللي خايفة عليكي، ويمكن الدنيا تبوظ خالص وتخسري الشخصية الأخرى اللي يجوز ما قالتش أو ما قالتش بنفس الطريقة، وتبقى الحكاية وقعتي في الدم، وقعتي في عثرة، وقعتي في مشكلة، وقعتي في أذية. وبعدين تطلعي انت تروحي بقى لواحدة تاني تقولي لها شفتي فلانة قالت عليا ايه؟ طب وانت اتأكدتي؟ وانت سألتي، استفسرتي، واجهتي، ومين قال ان الغرض كان نقي من الست اللي كانت بتكلمك دي؟ وطبعا ده ساعات يجي من الفراغ، يعني ايه؟ هنحكي في ايه؟ يلا نحكي في اي كلام، فنقلب الناس على بعض وخلاص. مشاكل كتيرة قوي لما تتحلل كده تلاقوها ملهاش اساس، وما كانش فيه قصد وحش، لكن الشيطان طبعا فرحان بكتر الكلام. الشيطان بيستغل كتر كلامنا انه يوقع الناس في بعض، وكل اللي بيقعوا في بعض دول لو ما حبوش بعض هيهلكوا. اذا هي مؤامرة. هلما نكمن، هلما معنا، يلا ندخل في الزيطة دي، هلما معنا نكمن للدم لنختفي للبريء. برضه هلما معنا دي بتفكرني أول مزمور، زي أمثال واحد كده، مزمور واحد: في طريق الخطاة لا يقف، في مجلس المستهزئين ما فيش هلما معنا بقى. يعني يلا نعمل حاجة. إيه هنعمل إيه بالظبط؟ هنحكي في إيه بالظبط؟ هنسمع إيه بالظبط؟ ما تشاركش في أي حاجة، اعمل حدود لنفسك. يبقى أول الحكمة أنك تعرف تقول سوري، لأ، آسف. لو ما عرفتش تعمل كده أنت مش هتبقى حكيم. في ناس من طبتها الأشرار بيسوقوها. طبعا دي قلة حكمة، دي مش طيبة. ده اللي قال عنه المسيح: اللي عاوز يبقى بسيط كالحمام لازم يبقى إيه؟ حكيم كالحيات. هو أنت عشان طيب أي واحد يقول لك يمين يمين شمال شمال تمشي وراه؟ طب ما هتضيع. لازم كنت تقول آسف، أنا بدخلش في الحاجات، آسف ما بتكلمش في الحاجات، آسف ما بسمعش الكلام ده. يبقى مجرد أن أنت تشد خط كده مع أي تملق، مع أي دعوة بالشر، مع أي كلمة زيادة، أنت كده ابتديت تحط رجلك في سكة الحكم. صدقوني ده معناها هتسمع بحساب، وهتشوف بحساب، وهتتكلم بحساب. آدي بداية الحكم. إنما اللي بيسمع بدون حساب، يتكلم من غير حساب، بص من غير حساب، مش هيتعلم الحكمة أبدا. إن تملقك الخطاة لا ترضى. إن قالوا هلوما معنا لنكمن للدم لنختفي للبريء باطلا لنبتلعهم أحياء كالهاوي. في ناس بتتلذذ بالأذى. نبتلعهم أحياء كالهاوي دي مؤامرة الشيطان طبعا. الشيطان عاوز كل الناس معاه في الهاوي، عاوزهم كلهم في الجحيم، يبلعهم في الجحيم. وصحاحا كالهابطين في الجب. يبقى برضو في حكمة هنا تاني. دايما بص نهاية الطريق المعروض عليك ايه. بداية زعلة بين اخ واخوه اخرتها ايه؟ تخسروا بعض، عيالكم يبعدوا عن بعض، نكد وقضايا، تخسروا السما انتوا الاتنين. بص للاول، ما تبصش على الاول، لا بص على الاخر. هابطين في الجب، يعني في سكك باينة انها عاملة كده. طب انت لما تيجي عند حتة عالية كده وتحس انها هتعمل كده، مش تفرمل كويس؟ ازاي تبقى هابطين في الجب ومكمل؟ برضو القصة دي اقولها للبنات بالذات. اللي يجي شاب يتملقهن بكلام ناعم، ودي موجودة في المجتمع كتير برضو، تلاقي قال ايه بحكم ان احنا يعني اتفتحنا على الغرب وبقينا ناس مودرن شوية، تلاقي الشباب يتكلموا بدون حدود مع البنات ويضحكوا زيادة وياخدوا على بعض زيادة. الحقيقة ده كل ده قلة حكم، لأنه ده نوع من الميوعة. أنت عاوز تتقدم للبنت دي، حدد موقفك. عاوزها تتكلم مع أهلها، تتكلم كلام في النور مباشر، مفيش معاكسات، مفيش استلطاف، تتعرفوا ببعض تحت عينين الكنيسة والأهل، موضوع يكمل خير، ما يكملش يبقى خير.
انما الناس ما بتعملش كده. دلوقتي الحكاية ايه؟ يلا نضحك ونتصاحب ونعلق المشاعر، نعلقها ونربط المشاعر جنبنا، وبعدين نسوق بقى، يعني ايه، نأخذهم الى الهابطين الى الجب. ياما بنات بدون حكمة صدقوا مشاعر بتتقال لهم، تملق، مديح، مجاملات زيادة، وهم طيبين فافتكروا ان ده حب، ومشوا في المشوار ده واكتشفوا في الاخر انه ده منتهى الأنانية، منتهى قلة الأمانة، يعني حاجة توجع. لأن في الآخر تكتشف إن هذا الشاب بيفكر في حد تاني، أو ما عندوش مشكلة يعيد نفس القصة مع تلات أربع بنات. طبعا دي ممكن تفضل قلقانة من الجواز طول العمر، ما هو أنت اديتي ودانك ليه من الأول؟ تبسطتي زيادة ليه؟ ما حطيتيش الحدود ليه؟ ما هو لازم يبقى كل إنسان حكيم له حدوده، يسمع مين، يتكلم مع مين، يتكلم مع مين، يقول ايه وما يقولش ايه. لكن في ناس بتقول اي حاجة لأي حد في اي وقت، كل ده قلة عقل. والزمن ده الحمد لله العقل واخد اجازة جامدة. ان قالوا هلما معنا لنكمل للدم لنختفي للبريء باطلا، لنبتلعهم احياء كالهاوية وصحاحا كالهابطين في الجب، فنجد كل قنية فاخرة. دايما العرض الشرير دايما مغري، فبيقول ايه، ده احنا لو عملنا المؤامرة دي هنخبط خبطة كده ونطلع بفلوس سهلة مثلا. نجد قنية فاخرة، يعني اقتناء غني سهل. زي بقى الحرامية لما يعملوا خبطة كده فيبقى مغري بالنسبة لهم، يوصل لرقم كبير قوي في يوم واحد شغل، فتصوروا ان ده كلام ايه، شكله حلو. طب ما هو في الاخر ممكن تتسجنوا وحياتكم كلها تقفل على كده. نملأ بيوتنا غنيمة. وانت بتسمع الشخص برضو، دي حكمة تاني ارجوكم ركزوا معايا فيها، حاول تميز هل ده شخص عايش لنفسه بس، ده ارجوك تبقى حذر، حبه واحترمه بس خليك حذر جدا. اللي بيعرض عرض زي كده على شخص هو عاوز ايه؟ هو عاوز واحد ينضم للعصابة عشان نخبط الخبطة ونكسب. فهو مش بيفكر غير في نفسه، هو مش بيفكر في الزبون اللي هيساعده في الموضوع، هو جايبه عشان هو نفسه يطلع بالقنية الفاخرة ويطوي يصلي اللي هو عاوزه. فلما يجي شخص يتكلم معاك حاول تعرف مستوى أنانيته أو مستوى مصلحته. في شخص فعلا يكلمك تحس انه بيحب الناس وملوش غرض غير السلام والناس، ودول قلة للأسف، ده ممكن تستأمنه شوي، تفتح له قلبك أكتر، لأنه واضح أنه مخلص ملوش غرض وحش. لكن في واحد غرض واضح فلوس بس، أرجوك تعامل معه بحذر، لأن اللي عايش يعمل فلوس ده لازم يكذب، ده لازم يبقى أناني، ده لازم هيبقى طماع، ده لازم هيدوس على حقك في لحظة، طالما الفلوس واكل عقله لو ابوك او اخوك هيعمل كده برضه. فتبقى فاهم اللي قصادك. انا بستغرب من ناس يقولك دخلنا في شركة مع ناس وبتاع وبعدين باظت ودخلنا في قضايا وخسرنا وحالتنا حال، وانتوا دخلتوا الشركة دي ليه؟ اصل قالوا لنا هنكسب 100% مش عارف ايه، يبقى انتوا طماعين وهم طماعين فوقعتوا في الفخ. لكن انت ازاي هتشارك شخص انت اساسا مبادئك غير مبادئه؟ ده هو مبادئه اكسب مهما حصل، مهما حصل يبقى انت اول واحد هندس عليك في لحظة طبعا، ولازم هتيجي اللحظة اللي تخبطوا في بعض. عشان كده الكتاب بيقول اي شركة بين النور والظلمة، اي شركة بين المسيح وبليعال، اي شركة بين المؤمن وغير المؤمن. فبنستغرب من حاجات كتيرة وعلاقات كتيرة طبعا بتنتهي نهايات مأساوية، لأنه الشخص ما ميزش من الأول ده شخص حياته في الفلوس. ما ينفعش حبيبي تقرب منه زياد، حبه من بعيد، اخدمه، صليله، لكن ما تدخلش معاه في مشروع مادي أبدا، حتى لو بيفهم في الدنيا كلها، لأن في الآخر ده إله هذا الدهر الفلوس، فطبيعي ما يعرفش المحبة. اللي يعرف الفلوس ما يعرفش الحب. وربنا قال ربنا أول فلوس لا تقدروا أن تخدموا الله
والمال. هتحبوا الواحد هتحتقروا الآخر. احنا نفاجأ ان المحبة بتحتقر قدام الفلوس. المحبة اغلى حاجة، المحبة ربنا تحتقر. ليه؟ عشان الفلوس. تبقى زوج مع زوجة مفيش اعلى من الحب الزيجي، ارقى حاجة يعني. تحتقر قدام سلطان المادة، اب وابنه ممكن يخسروا بعض، اخ واخوه، خادم وزميله، ايه ده؟ والمحبة فين طيب؟ ما هو من الاول كان لازم نميز. لنبتلعهم احياء كالهاوية وصحاحا كالهابطين في الجب، نجد كل قنية فاخرة، نملأ بيوتنا غنيمة، تلقي قرعتك وسطنا. هو بيعرض علينا شكل من اشكال التآمر والتملق. يعني النص دلوقتي بيقول ايه؟ بيورينا عينة من الحوارات اللي بتحصل في الضلمة. شوية شباب اتلموا على شاب غلبان، تعال معانا في خبطة هنخبطها وهنطلع بفلوس كتيرة قوي ومش هتكلفنا حاجة وهنرتاح بقية عمرنا. كأنه بيحكي لنا قصة من اللي بيحصل في الدنيا. تلقي قرعتك وسطينا، يعني هتبقى واحد مننا برضو. ده نوع من التملق، لأنه نقول حاجة تانية هنا. كتير من المتدينين بيعانوا من صغر نفسه، شايفين نفسهم قليلين، فلما يلاقوا ثلاثة أربعة بيعرضوا عليهم حاجة هم حاسين إن هم إلا، فيفرحوا إن هم بيتعرض عليهم ننضم لجهة أو فريق وتبقى واحد مننا. واحد من مين؟ من شياطين، ودي حاجة تشرف. فحتى لو فريق أو جهة معينة دعتك تنتمي ليها، اسأل نفسك إيه قيمة هذا الانتماء؟ هي الشلة دي يعني ليها في ربنا كتير، فانت هتكسب ربنا ولا دي شلة بس مشهورة؟ ده مجتمع بس راقي كده، لكن ايه الاعداد بتاعتهم؟ بيتكلموا على بعض وعمالين يجيبوا سيرة الناس، ايه قيمة الانتماء ليهم؟ تلقي قرعتك وسطنا، يعني فكرة يتعرض عليك ان تنتمي لفئة، ده برضو نوع من التملق. ما تمشيش في اي عرض من دول. يكون لنا جميعا كيس واحد، طبعا ده منتهى الكذب. يعني ايه؟ هنقسم مع بعض في الاخر الفلوس، هتبقى كيس واحد. كلكم عارفين ان الاشرار ما بيتفقوش بعد كده، في الاول يقولوا كيس واحد وبعدين يموتوا بعض. يا ابني لا تسلك في الطريق معهم، في طريق الخطى لا يقف. يبقى بداية الخوف المقدس، رأس الحكمة مخافة الله. عاوز تتعلم الحكمة من سفر الأمثال، أول حاجة ابعد عن الشر، اهرب. الحاجة اللي فيها غلط ابعد عنه، الفكرة اللي تيجي منها غلط اقفل عليه، الشخص اللي بيقول كلام مش مريح اهرب منه. لازم تتعلم الهرب، لازم تتعلم الانسحاب، لأن ده حكم. امنع رجلك، يقول لا تسلك في الطريق معهم، امنع رجلك من عن مسالكهم. تعبير لذيذ. ليه؟ كأن رجلك بتاكلك تمشي معاهم وانت عمال تخبطها وتقول لها لا تروحيش. امنع رجلك، لانه يا ريتك يا لوط كنت منعت رجلك انك تروح سدوم وعمور، انما انت رحت للاسف. يا ريتك يا شمشون منعت رجلك من انك تروح مدن الفلسطينيين والبنات المش كويسين، ما كانتش النهاية، كنت اتعميت وحصل لك اللي حصل لك. امنع رجلك. فالواحد لازم يبص بالظبط بيحط رجله فين، دي حكمة تاني. رايح فين وهتعمل ايه وهتتكلم مع مين؟ زمان وانتوا اطفال كانت بابا وماما يسألوك ها هتروح فين وتتكلم مع مين. انت اشتغل لنفسك بابا دلوقتي واسأل نفسك رايح فين، هتعمل ايه بالظبط، تكلم مع مين، وامنع رجلك عن الحاجة الغلط. لأن أرجلهم تجري إلى الشر وتسرع إلى سفك الدم، لأنه باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. يعني ايه؟ يعني هي دي مؤامراتهم، هي دي عيشتهم، وهم دايما ايه في عين الشمس وفي عين الطير، هم دايما من مؤامرة لمؤامرة، حياتهم كلها كده. أما هم فيكمنون لدم أنفسهم، يعني نهاية الأشرار معروفة، يكمنون لدم أنفسهم. يعني في الأول بيبان إن هو بيأذي حد، بس هو الحقيقة هو بيأذي إيه؟ بيأذي نفسه.
كل من يكره يؤذي نفسه، كل من يعادي يعادي نفسه، كل من يغضب يجرح نفسه، كل من ينتقم ينتقم من نفسه، كل من يكمن للشر يكمن للشر من نفسه. هي دي قصة البشرية كلها. لكن الإنسان ما بيشوفش كده في الأول، لأن في قاعدة حطها الكتاب هتفضل سارية مدى الدهور: ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. الشخص بيفتكر إن الكذبة هتطلعه من مشكلة، بتلاقيه عملت له مشكلة أكبر، وإن العداوة معاه فيها حق، هو له حق في العداوة دي، اكتشف إن هو فقد سلامه وضيع كل حاجة حلوة في حياته، وبيقول أنا معايا حق. خليك معاك حق، بس أنت اللي خسران. يكمنون لدم أنفسهم، يختفون لأنفسهم. يعني ده زي اللي بيحفر حفرة لنفسه، هو مش بيحفرها لواحد تاني. وطبعا عارفين المثل البدلة دي، وده طالع برضو من معاني من الأمثال: من حفر حفرة لأخيه إيه؟ وقع فيه. هكذا طرق كل مولع بكسب. يبقى ده بيلخص اللي قلناه. كل طرق المولع بالكسب، الكسب المكسب، والمولع الولع يعني الشغف والرغبة الشديدة قوي، كل اللي نفسه في مكسب كبير لازم يعمل كده، لازم هيكذب، لازم هيغش، لازم هيكعبل اللي معاه، لازم هيستغل الناس الطيبين، لأنه مولع بكسب. محبة المال أصل لكل الشرور. الشاب الغني كان إنسان كويس قوي، وجه سجد جسع تحت قدمي المسيح وطلب سؤال مهم: ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ وعنده أسئلة روحية جميلة، وقالها: دي كلها حفظتها منذ حداثتي عن الوصايا. أول ما المسيح قال له: بيع فلوسك وتعال اشتغل معايا، مضى حزينا، ما قدرش. لا، إلا الفلوس، اطلب أي حاجة بس ما تجيش جنب دي، ما تقوليش أضبط شغلي، أنا شغلي يعني ماشي براحتي، ما تقوليش ما خدش غير فلوس مظبوطة، لا لا ما ينفعش الكلام ده، سيبني أطلع فلوس براحتي، أنا ممكن أزود صلاة، أزود إنجيل، أزود صوم، أرضيك يعني، ما ينفعش، ما ينفعش. المولع بالكسب بيضيع نفسه. عشان كده لما جم العشارين ليوحنا المعمدان وخافوا من كلامه، لأن يوحنا المعمدان كان صوت صارخ، كان أسد، وخوفهم أن الفاس اتحطت على أصل الشجرة والشجرة هتتقطع لو ما جابتش ثمر. قالوا له: طب إحنا نعمل إيه؟ قال لهم: لا تشوا بأحد، لا تظلموا أحد، اكتفوا بعلائفكم، ما تاخدوش أكتر من المقضي بيه، إياكم تاخدوا حاجة مش مظبوطة من حد. وده كان بالنسبة للعشارين تدريب صعب جدا، لأن العشارين اللي كانوا زي متى العشار وزكى العشار، كانوا الرومان مثلا يقولوا 20% هم ياخدوا 40%، يخبطوا 20 والرومان 20، فكانوا طبعا الناس بتكرههم ومحدش يقدر يكلمهم لأنه مسنودين من السلطة الرومانية. فلما قال لهم تاخدوا بالظبط اللي القانون محدده، يعني ما فيش أي نوع من الرشوة أو الهدية، أو كان بالنسبة لهم ده وقف حال، إنما كتير منهم خاف من يوحنا والتزم. وعشان كده المسيح طوبهم، قال العشارين سمعوا كلام يوحنا المعمدان، الفريسيين ما سمعوش. العشارين خافوا واتعظوا وكتير منهم تاب، بالرغم إن ده بالنسبة لواحد دي شغلته ومكسبه وكل الناس ماشية غلط، فالأسهل له يمشي غلط، ما كانش سهل عليه. لكن أول ما دخل الخوف قلبه خد موقف والتزم باللي تقاله. هكذا طرق كل مولع بكسب يأخذ نفس مقتنيه. يعني إيه؟ اللي بيحب الفلوس هيأكلك أكل، هيستغلك، يعني هيستغلك. يأخذ نفس مقتنيه يعني هيسرقك، حتى لو قالك أنت حبيبي وماليش غيرك وأنت اللي تكسب، وأنت يقول زي ما يقول في الآخر، طالما هو مولع بكسب. صوت الفلوس عالي للأسف إذا ما كانش في حب ربنا وحب الناس. يبقى الدرس الأساسي الأولاني ده هو: احذر
بعد ما قال لنا ان المخوف ربنا هو المفتاح للحكمة كلها، وقال لنا افتح ودنك كويس تأديب ابوك وشريعة امك، قال لنا نمرة واحد اهرب من التملق، من ضغط الناس، من كلام الناس، من صوت الفلوس. اتعلم تهرب وامنع رجلك عشان ده هيحميك من حاجات كتيرة. دي حكمة. الحكمة تنادي في الخارج، في الشوارع تعطي صوتها، تدعو في رؤوس الأسواق في مداخل الأبواب، في المدينة تبدي كلامها قائلا إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل، والمستهزئون يصرون بالاستهزاء، والحمقى يبغضون العلم. مين هنا الحكمة بقى؟ الحكمة تنادي. الحكمة في سفر الأمثال أحيانا تبقى مجرد صفة واضحة إنك تتحول إلى حكيم، لكن أحيانا يبقى الكلام بشكل أعمق إن الحكمة دي ربنا، لأنه بيتكلم. ما هي لو صفة تتكلم تبقى مجازية شوي، لكن الحكمة تنادي، يعني أقنوم الحكمة، يعني مصدر كل حكمة، يعني المسخر في كل كنوز الحكمة والعلم، تعبير العهد الجديد، ربنا يسوع بينادي على فكرة. يعني ربنا بيوشوشكوا كلكوا يوميا، يا ابني خلي بالك. في الوقت اللي الشيطان بيتملقك بيبقى في صوت تاني بيقول لك يا حبيبي خلي بالك، افتكر يا ابني، اهرب يا حبيبي. إذن الحكمة تنادي، لأن الواحد ممكن يقول معنى كده أن صوت الشر أعلى، لا، في صوت شر وفي صوت خير، في تملق من الخطى، لكن كمان الحكمة مش سكتة، ما هي بتنادي. بس شوف أنت بتظبط الموجة على إيه، بتدي ودنك لإيه. وكلكم قبل ما بتغلطوا وأنا معاكم، أحيانا يكون في صوتين، مش كده؟ صوت بيزق حتة غلط وزق بيصوت حتة صح، وبعدين للأسف أنت تستسلم للصوت الغلط، وبعد شوية ترجع تقول يا ريتني خدت بالي وسمعت الصوت التاني. إذن الحكمة تنادي، وتنادي يعني بتصرخ، يعني صوتها مش واطي صدقوني، لأن ربنا بيتكلم حتى من قلبنا ومن حوالينا. عشان كده قبل ما بيقول بتقول إيه، قال دي بتنادي في كل حتة، تنادي في الخارج، في الشوارع تعطي صوتها. يعني إيه في الشوارع تعطي صوتها؟ يعني وانت ماشي الحكمة عمالة تتكلم. صدقوني اللي يمشي نص ساعة في الشارع يتعلم الحكمة، الناس دي عاملة كده ليه؟ ومتنرفزين ليه؟ وبياكلوا بعض ليه؟ وبيجروا زيادة ليه؟ وبيتخانقوا طول النهار ليه؟ والعيال دي مهملة ليه؟ والكبار الأفاضل مهملين ليه؟ والخير مركون والشر صوته الحكمة بتنادي حتى في الشوارع، لأنك ممكن تلاقي موقف حلو في الشارع تتعلم منه حكمة، وممكن تشوف في الشارع موقف وحش تتعلم منه حكمة. أنت بتلاقي في لحظة عربية خبطت واحد وانتهى، هي دي مش حكمة في الشارع؟ أنك أنت في لحظة ممكن تمشي. إذن الحكمة تنادي في الشوارع. أنت بتفاجأ كل يوم بمفاجآت في الشوارع عشان الحكمة مش راضية تسكت، عمالة تنبهنا يا جماعة خلي بالكم، العمر قصير، ربنا هو الصح، الدنيا مليانة شر، اهربوا لحياتكم، حبوا بعض. الحكمة تنادي، تدعو في رؤوس الأسواق في مداخل الأبواب. هنا رؤوس الأسواق يعني التجمعات، ومداخل الأبواب برضو التجمعات، يعني ربنا مش سايب مجال في الدنيا دي إلا بيتكلم فيه. ربنا بيتكلم من خلال الطبيعة، الشجر والطيور والمطر، بيتكلم من خلال الأطفال، من خلال الفقر والمرض اللي في الدنيا ربنا بيتكلم، من خلال الأوجاع والحروب والكوارث بيتكلم. إذن ربنا مش ساكت، تنادي في رؤوس الأسواق في مداخل الأبواب، في المدينة تبدي كلامها. حتى جواك لما تهدى كده ساعات يبقى في صوت جواني بيطلبك بالصح. فنداء الحكمة محاصرنا زي ما قال محبة المسيح تحصرنا. الحكمة مش بعيدة عنك، الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك. ربنا مش بعيد قوي، هتروح له تضرب مشوار عشان تسمع صوته.
انت لو قعدت هادي هتسمع صوت ربنا، جيت الكنيسة هتسمع صوت ربنا، تأملت في الحياة هتسمع صوت ربنا، مسكت كتاب روحي هتسمع صوت ربنا، بصيت على واحد فقير أو مريض شاكر هتسمع صوت ربنا، تأملت في الماضي 50-60 سنة اللي عشتهم هتسمع صوت ربنا. فالحكمة تنادي. يعني حتى لو قفلنا كتاب سفر الأمثال وقعدنا هاديين كده بس هنسمع صوت الحكمة. يعني طبعا مش هنقفله، لكن اللي انا اقصده ايه؟ انه الحكمه لا تتقف عند كلمات سفر محدد، لان صوت ربنا واضح. في المدينه تبدي كلامها قائله الى متى؟ الرساله الاساسيه بقى للحكمه بتقولها ايه؟ رساله عتاب نختم بيها كده، الى متى ايها الجهال تحبون الجهل؟ تصوروا الرساله الاساسيه اللي في العالم اللي المسيح بعتها لكل البشر، لغاية امتى تحبوا الغلط؟ لغاية امتى تحبوا الجهل؟ ليه الصح مش مقبول والغلط هو اللي ماشي؟ بتحبوا الجهل؟ طب ما الجهل مؤذي. هو انتم ما تعلمتوش من اللي قبلكم، من اللي حواليكم، من نفسكم، من الظروف؟ الى متى؟ يبقى الحكمة بتقول الى متى ليه؟ معناها ان الدرس ده مش اول مرة تسمعه، مش كده؟ ما هو لما يتقال لك إلى متى؟ معناه ده مرة واثنين وعشرة وعشرين. كم مرة الفلوس تشغلك وتنكد عليك؟ هتفضل الفلوس شغلك لآخر حياتك؟ طب وبعدين إلى متى؟ إلى متى كرامتك توجعك فيصعب عليك نفسك وتخسر ناس وتعملها زعلة؟ وفين لما ربنا يرحمنا ويستر والدنيا تصفى؟ إلى متى الشغلة دي؟ كرامة والزيطة دي؟ إلى متى تهتم اهتمامات ملهاش معنى وتقول ضيعت وقت؟ إلى متى أيها الجهال؟ إلى متى تبقى يعني كسلان وتستسلم للكسل وتضيع إنجيل وصلاة وقداس وخدمة؟ وبعدين إلى متى؟ تحبون الجهل يعني بتختار غلط للمرة الكام؟ 100 ولا 1000 ولا 1000000؟ إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل والمستهزئون يصرون بالاستهزاء؟ يعني برضو الحكمة بتقول هو أنتم مبسوطين بالاستهزاء اللي حاصل؟ النهاردة الناس بتحب تضحك من كتر الضغط النفسي اللي عليها، لكن هل هو ضحك يعني مفيد؟ أحيانا بيبقى استهزاء، مجرد حاجات مستهزئة ساخرة ويصرون بالاستهزاء. طب طلعت منها بحكمة دي؟ غالبا لا طبعا. هل هو ده اللي يسر قلبك؟ شوية نكت، شوية تهريج يعني؟ إلى متى؟ ده في موضوع تاني، ده في حب إلهي يخليك طاير من السعادة، ده في حب للناس يخلي ليك قيمة في حياتك. انت ليه رخصت حياتك قوي كده وخلتها نكتة، خلتها سخرية، خلتها ضحكة فارغة؟ ده انت حياتك أغلى من كده كتير قوي. إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل والمستهزئون يصرون بالاستهزاء والحمقى يبغضون العلم؟ هنا تلاحظوا حط الجهال والمستهزئون والحمقى، ثلاث فئات كلهم غير حكماء، أجمعوا على إيه؟ على رفض الحكمة. اللي بيتريق واللي بيسخر واللي بيستهزئ واللي شايف إن الحكيم ده مغفل هو اللي ما بيفهمش حاجة، ارجعوا عند توبيخي. يبقى الحكمة بتقول رسالتين، إلى متى وارجعوا. افتكروا الحكمة لما تتكلم بتنادي على حاجتين، إلى متى وارجعوا. يبقى صوت ربنا لما يتحرك في قلبك يا تسمع دي يا دي، يا ربنا يقول لك وبعدين يا حبيبي كفاية أو ارجع بقى. هو تقريبا ربنا ما بيقولش غير دول بالذات، ارجعوا عند توبيخي هو ها أنا ذا أفيض لكم روحي. وده اللي يأكد أن الحكمة هنا إيه؟ مش مجرد صف، الحكمة تفيض روحها. يبقى المسيح حين يقتني الإنسان الحكمة يمتلئ بالروح. قاعدة دي مهمة أو حينما تزداد حكمة تمتلئ روحيا. خدت درس جديد واقتنعت بيه وابتديت تتدرب عليه، شوية المية دول زادوا، الروح القدس يشبه بالمي، زادوا جوه الكوباية، امتلأت روحانيا، العذارى الحكيمات بقى الإناء اتملى،
أفيض لكم روحي. يبقى مجرد تسمع صوت ربنا وتركز معاه وتمشي وراه وتقفل بقى على الأصوات التانية الفارغة الكتير، يفيض عليك الروح القدس. يبقى الحكمة بتقول لغاية امتى؟ ارجعوا عند توبيخي. انا مش بوبخ، يعني ربنا مش بيوبخ عشان يوجع القلب، ربنا بيوبخ عشان يعدل الطريقة، يعدل المسار. ارجعوا عند توبيخي، ها انا ذا افيض لكم روحي. افيض ده بقى من الفيض، يعني ربنا بيدي بغنى، والروح ده روح المعزي، روح الفرح، فتبقى فرحان بجد، يبقى عندك سلام ما شفتوش قبل كده. أعلمكم كلماتي، يعني لما بقى تركز مع ربنا تبتدي تستزيد، تعرف ربنا أكتر، تفهم كلامه أكتر. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبد.